يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. الفقره دي هنتكلم من خلالها عن استعدادات الفريق، طبعا فريق النادي الاهلي، لمباراه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا بطوله في منتهى الاهميه بالنسبه لكل من هو اهلاوي بشكل عام. هنتكلم كمان عن سفر البعثه للمغرب، ان شاء الله المفروض ان هم يسافروا الساعه 3، والجدير بالذكر ان ابتداء من الساعه 2 ان شاء الله هيكون في تغطيه خاصه جدا على شاشه قناه النادي الاهلي لسفر البعثه. طبعا كل التفاصيل بقى هنعرفها من خلال هذه التغطيه الخاصه، وكمان هنعرفها دلوقتي من خلال لقائنا اللي بنرحب من خلاله بضيفنا الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي والملم بكل تفاصيل مساله سفر البعثه. منور الدنيا يا فندم، صباح الفل على حضرتك. ربنا يخليك يا استاذ كريم، صباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي والاستاذ النهاوند، وبتشرف لاول مره بالظهور معاك في البرنامج ده. انا طبعا يعني أول مرة دايما في 10 الصبح، دايما 10 الصبح ده بالنسبه لي يعني صعب جدا بكون في 10 بالليل. انا منورنا واحنا يمكن اول برنامج بقى ميعاده ويمكن صعب لحضرتك، بس احنا اول برنامج واول تغطيه ان شاء الله يعني باذن الله. وهنسال بقى ونحلل مع حضرتك كده الماتش بين الاهلي والوداد، وبنتكلم ان هي مباراه في غايه الاهميه، وعايزين كده من حضرتك برضو واحده واحده نبدا بوجهه نظرك عن اداء الوداد في الدوري المغربي. يمكن كان في هزيمة للوداد، يمكن بعض النقاط تحدثوا أن الوداد مستوى اختلف بعد العودة من كورونا والحظر. يعني خلينا نلم الأول بهذا الفريق، فضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة لفريق الوداد، من الفرق المميزة جدا والفرق اللي دايما بتكون لها مواجهات مهمة جدا ومواجهات قوية مع النادي الأهلي. دايما حتى مواجهاتنا مع فرق الشمال الأفريقي بتكون أشبه بالديربي، يعني كأنها مباريات محلية زي ماتش الأهلي والزمالك كده، بيكون فيها نوع من المنافسه الخاصه، نوع من الصراع، نوع من الرغبه في الانتصار، نوع من الرغبه البطوله. الحقيقه فريق الوداد يعني عامل مباراه قويه، مباراه مميزه، كان بينافس على الدوري لغايه اخر لحظه، يمكن لغايه الدقيقه 88 هو بطل الدوري طبعا، فيجي فريق الرجاء يجيب جون فيخلص القصه يعني. لكن المستوى اختلف بعد كورونا، الفريق مستوى تراجع زي ما الدنيا كلها حصل فيها تراجع. صحيح. وحصل فيها انخفاض في المستوى، لكن الامور ظبطت في النهايه معاه. في نصف النهائي الافريقي الامور بتختلف، الدوافع بتختلف، الدنيا بيكون لها مذاق تاني، انك بتلعب على دوري الابطال، بتلعب على اعظم بطوله في القاره. صحيح. اللي هتوصلك لكاس العالم بعد كده يعني. فاعتقد ان مباراه الاهلي هتكون مباراه قويه مع الوداد، مباراه ليها حساباتها الخاصه بعيدا عن تفاصيل الدوري واللي حسمه الاهلي قبل 7 جولات او فقدانه. فهنشوف مباراه قويه، مباراه كبيره. نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ان يقدر يحسم المباراه او يرجع بنتيجه ايجابيه تساعده على حسم المباراه والتاهل للمباراه النهائيه. انتوا النهارده ان شاء الله هتسافروا كلكم الساعه 3 الظهر، يعني الفريق هيسافر المغرب قبل 3 ايام من موعد المباراه. هل الثلاث ايام دي نقدر نقول ان هي وقت كافي للعيبه عشان يتاقلموا مع الاجواء هناك، عشان يتاقلموا على الملعب؟ يعني اعتقد ان الاجواء في المغرب مش بعيده قوي عن الاجواء في مصر، والاهلي معتاد على الاجواء المغربيه بشكل كبير جدا. الاهلي لعب عدد كبير جدا من المباريات المغربيه، يكاد لا يمر موسم الا والاهلي يلعب مباراه في المغرب مع اي من الفرق المغربيه، الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، اي فريق بيلعب معاه النادي الاهلي. يعني مش هيحسوا بغربه في الملاعب المغربيه؟ لا 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 لا، يعني هناك متعودين على الملاعب الموجوده، خصوصا الملاعب الموجوده في الدار البيضاء، يعني متعودين معاها على كل المستويات سواء المنتخب او الانديه يعني. ففي هيحسوا في نوع من الالفه ونوع من التقارب. طبعا 3 ايام كافيه جدا جدا يعني. في بعض الاوقات النادي الاهلي بيسافر قبلها ب 48 ساعه، وبعض الاوقات بيسافر قبلها بيوم واحد بس. فثلاث ايام يعني دي كبيره جدا ومميزه جدا، ويمكن ده علشان برضو الاهلي ياخد راحته ويتمرن هناك بشكل كويس، وعشان برضو ظروف كورونا اللي موجودين فيها. ان الاهلي عامل مسحه هنا وهيروح يعمل مسحه هناك، ولازم ينتظر قبل المباراه بعده ايام، فبالتالي السفر قبلها بوقت كافي اعتقد هيكون كويس ومميز جدا، بحيث الاهلي يقدر يعيش هناك الاجواء، الطقس، الجو، التدريب، الملعب، التنقلات. يعني الواحد لما بيقعد في مكان فتره معينه بيبقى فيه نوع من الالفه بينه وبين المكان، وبالتالي يستطيع ان يجيد ويؤدي ويحقق الهدف المطلوب. فاعتقد ان هي فتره كافيه وقرار مهم جدا ان الاهلي يسافر في نفس التوقيت ده. حتى الزمالك اللي هيلعب بعد الاهلي ب 24 ساعه مسافر النهارده برضه. أوكي. علمتنا الطياره خاصه، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق جميعا يا رب. طيب نروح بقى كده لتفاصيل اكتر وندخل داخل الفريق عندنا، ونبدا بموسيماني، وهو يعني مش غريب عن فريق الوداد، وهو يعني يعلم الى حد كبير، وهو حتى تحدث في اللقاء الصحفي او المؤتمر الصحفي ان هو على علم بلعيبه الوداد، فربما ده يحسب نقطه الى حد ما برضه ويدي امل الى حد كبير. خلينا نعرف كده راي حضرتك برضه في موسيماني واستعداداته، وهو خاض مع الاهلي يعني 3 مباريات، فخلينا نعرف من حضرتك. خلينا الاول يعني اشيد بالـ3 مباريات اللي لعبهم الاهلي مع موسيماني. يعني اول ملحوظه يعني تحس ان في تغيير، في بصمه ظهرت كده مبكرا على الفريق، في نوع من الاستقرار، في نوع من الثبات والاتزان النفسي،
في ان فريق الاهلي ما دخلش فيه ولا جون في ثلاث مباريات لعبه مع موسيمان. ده دليل ان هو قدر يظبط المشكله اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، المشكله الدفاعيه رغم غياب تقريبا كل المدافعين. يعني الاهلي عنده كل المدافعين مصابين اللي موجودين في الفريق، وشفنا ده بشكل قوي جدا في مباراه بيراميدز، ان يطرد منك حد في الدقيقه 40 وتلعب تقريبا اكتر من 50 دقيقه ناقص واحد امام فريق قوي زي بيراميدز لديه دوافع فوز اكتر منك. المباراه الاهلي لم يكن له فيها ناقه ولا جمل، فكونك انت تلعب بالشكل ده كانت اختبار قوي. والحقيقه يعني حتى بعد المباراه شفنا ان الطرد كان في مصلحه النادي الاهلي وليس ضد مصلحته، لان الاجواء دي ممكن يواجهها في المغرب، ان هيواجه فريق قوي هيضغط بشكل جامد جدا، فبالتالي محتاج منظومه دفاعيه قويه ومميزه في غياب عدد كبير جدا من المدافعين. قدر الاهلي يصمد ويقدم مباراه كبيره ومباراه جيده. موسيماني خبير افريقي، خبير بال بالفرق الافريقيه. موسيماني بقاله من 2012 8 سنين مع فريق سان داونز، 8 سنين مشارك في دوري الابطال، 8 سنين بيلعب في مصر وفي الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي كل القاره الافريقيه، فبالتالي هو ملم بكل الاجواء الافريقيه. يمكن ده كان من احد الاسباب اللي الاهلي اختاره علشانها، ان هو فاهم افريقيا، فاهم الفرق المغربيه، لعب مع الوداد، كمان فاهم فرقه النادي الاهلي، فهو عنده معلومات خاصه بكل فرق الشمال الافريقي، اعتقد ان دي هتكون مفيده جدا بالنسبه له وبالنسبه للنادي الاهلي. انا بتفق مع حضرتك. كمان في نقطه هنا، يعني برضو من الحاجات اللي قريتها كتير والتحليلات المختلفه كان بيتحدثوا ان موسيماني بيعتمد هنا على اسلوب الضغط. يعني رجعنا مره ثانيه لفكره الاهلي، ان الاهلي مش بيدافع فقط، يعني مش عندوش سياسه الدفاع، هو كان دايما سياسه الهجوم والضغط. ويمكن هو تعمد او اعتمد على 4-2-3-1، خطه 4-2-3-1، ودي الى حد كبير برضو كان لها تأثير كبير. فكرة وضع اللاعبين في أماكنهم برضو كانت ليها تأثير كبير إيجابي. بصي، يعني عقيدة الهجوم دايما مزروعة جوه لعبة النادي الأهلي. الأهلي دايما في كل الأحوال بيهاجم، لأن النادي الأهلي دايما بيسعى للفوز في كل المباريات اللي بيلعبها، سواء كانت على أرضه أو كانت بره أرضه، وبالتالي فدي عمليه سهله للموسيماني. الاهلي احنا حسينا بده الكلام اللي حضرتك بتقوليه، عمليه الضغط واللعب الهجوم حسينا بيها، لان بعد عوده الاهلي من كورونا الكلام ده تراجع كثيرا. صحيح. بسبب يعني تغيير في طريقه اللعب، واحد تغيير في مراكز اللاعبين رقم اثنين، يعني كان في بعض الحاجات، يعني الحاله المزاجيه الفايلر وعدم يعني تركيزه بشكل كبير جدا، ده اثر بشكل واضح على اداء الفريق الهجومي بشكل كبير جدا. لما رجع موسيماني رجع النادي الاهلي لطريقته 4-2-3-1، وبدا يلعب وبيركز، بقى الاهلي بيقدر ينفذ ضغط هجوم كبير جدا، بقى بيضغط في كل اماكن الملعب، بقى الاجنحه بتاعت النادي الاهلي بتشتغل، بقى عندك اللاعب رقم 10 موجود، كل الحاجات دي صنعت قوه هجوميه جديده للنادي الاهلي. اعتقد ان ده هيكون مميز وهيكون مهم جدا مع الاهلي، وده طمن جمهور النادي الاهلي في المرحله المقبله على الفريق، طمنه من الناحيه الدفاعيه اللي اثبتت الحمد لله منضبطه بشكل كبير. وعلى الناحيه الهجوميه، يعني الاهلي السنه دي مسجل 64 هدف، رقم قياسي تاريخي. صحيح. لم يحدث في تاريخ المسابقه منذ انطلاقه سنه 48، اعلى يعني فارق اهداف حققه النادي الاهلي كان 59 جون. السنه دي لغايه النهارده عامل 64 هدف، اقوى اداء هجوم على الاطلاق يعني. فاعتقد ان النادي الاهلي النزعه الهجوميه دايما عنده موجوده، وموسيماني نفسه بيلعب بهجوم بشكل كبير جدا، وبيضغط طول الوقت وبيركز في الناحيه الهجوميه وبيركز في الاهداف. ان شاء الله يعني اتمنى ان الاهلي يسجل في المغرب باذن الله. كلنا بنتمنى، مش حضرتك لوحدك. طيب حضرتك واضح ان انت مش قلقان قوي من فكره كثره الاصابات في فريق النادي الاهلي في الفتره الاخيره، اصابه حد زي محمود متولي، رامي ربيعه، فكره ان في نقص ملحوظ في خط دفاع النادي الاهلي، وهم مقبلين على 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 مباريات قويه مع فرق مغربيه قويه. تعال نتكلم على فرقه الوداد تحديدا في البدايه، الى اي درجه حضرتك ممكن يعني تبقى شايف ان ممكن الاصابات اللي حصلت بشكل كبير في الفتره الاخيره ممكن تاثر بالسلب على اداء الفريق امام مباراه او في مباراه الوداد المغربي؟ بص يا استاذ كريم، دايما الاصابات مقلقه مزعجه، بتقلل من قدرات الفريق سواء الدفاعي او الهجومي. النادي الاهلي يعني عانى كثيرا من الاصابات من اكثر الفرق. انا هستاذن حضرتك عشان بس كابتن سيد عبد الحفيظ معانا مره ثانيه على التليفون، مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يا رب تكون سمعنا المره دي، صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا نوال، ده مسامع كويس تسمعني. اهلا بيك وكل التوفيق يا رب. انا عارفه ان خلاص الطياره قربت كمان كلها كام ساعه، يعني عايزين كده نطمن وعايزين نعرف من حضرتك الاستعدادات للعيبه البدنيه والنفسيه، يعني طمنا يا كابتن سيد. تحياتي ليك الاول وتحياتي لكريم واستاذ بوس كمان، وان شاء الله الرحمن احنا مسافرين كمان اربع ساعات ان شاء الله الرحمن باذن الله يبقى رحله موفقه، ونقدر ان شاء الله الرحمن نرجع بنتيجه تعدي على مباراه العوده. كل العناصر اللي موجوده
او متاحه في الوقت الحالي هتبقى موجوده معانا، حتى كهربا هيبقى موجود معانا ان شاء الله. يعني الشناوي وايمن اشرف الحمد لله، الحمد لله الامور كويسه جدا الى حد كبير جدا كويسه، يمكن باستثناء الكهرباء اللي هنشوف حالته هناك، لكن الحمد لله الشناوي وايمن اشرف موجودين معانا. رائع جدا. طمنتنا والله يا كابتن سيد، ان كان في برضو الناس مقلقه من بعض الغيابات وبالذات الشناوي، فده خبر كويس جدا. لا الحمد لله طبعا، هو وخلى على فكره الشناوي وايمن كانوا موجودين حتى من قبل مباراه بيراميدز بيوم، كان الشناوي كان موجود مع الفرقه الجمعيه، ايمن اشرف كمان كان موجود، لكن مطمئن يفضل ان هو يريح ايمن اشرف، قال لك يعني بلاش اي ريسك ولو حتى 1%، يعني خصوصا ان البوزيشن ده تحديدا يعني احنا عندنا فيه كميه اصابات وعدد كبير من الاصابات. صحيح. كابتن سيد، يعني غياب هذا اللقب عن النادي الاهلي لمده 7 سنوات، مش ده في حد ذاته ممكن يبقى حافز قوي جدا عند كل اللعيبه ان هم يروحوا يعني يعملوا اقصى ما يمكن عمله للحصول على هذا اللقب؟ بص يعني دايما في المباراه بتبقى انت بتبقى اللي بتحاسب عليه هو الحاجات السمات اللي عندك، يعني مباراه بيراميدز الحقيقه كانت من اعلى المباريات على مستوى الاداء والروح. يمكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيبقى موجود معاك في بعض الاوقات وممكن ما يبقاش موجود في بعض الاوقات، ده وضع طبيعي في حال كرة القدم يعني، لكن طبعا الواحد بيتحاسب عليه هي حتة الروح. الروح كانت جميلة جدا في مباراة بيراميدز، بتعكس هوية وشخصية النادي الأهلي، ده مهم جدا. كذلك المباراة الأفريقية وخصوصا المباريات الخارجية اللي بتبقى خارج الملعب، يعني أنت بتعبر عن شخصيتك، بتعبر عن هويتك، بتعبر عن قدراتك وإمكانياتك، ويبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. احنا عارفين كويس احنا رايحين طبعا عايزين ايه، عايزين نتيجه تساعدنا على مباراه العوده. غياب اللقب يعني ممكن يبقى دافع، لكن في نفس الوقت حتى لو انت واخد اللقب السنه اللي فاتت يعني دايما برضه بتشتغل على شخصيه الاهلي واسم النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله انا واثق جدا في قدرات اللعيبه، واثق جدا في شخصياتهم ان شاء الله. كل اللي اتمناه ان يكون ربنا سبحانه وتعالى موفقنا فيه، كل اللي اتمناه يبقى كل العناصر اللي موجوده في المباراه سواء كانت احنا او الامور التحكيميه تبقى بشكل كويس، الحمد لله باذن الله نرجع بنتيجه تساعدنا على مباراه العوده باذن الله. يعني الامور مبشره كابتن سيد كمان، لان كنا لسه بنتكلم مع استاذ محمد برضو في قصه هنا، يعني مش هيكون في حضرتك سامعني كابتن سيد؟ فكرة هنا برضو عدم وجود جمهور مغربي ربما لها تأثير برضو على نفسية اللعيبة، احنا بنحاول نشوف كده النقاط اللي تكون لصالحنا يعني. ففكرة برضو هنا ان الفريق عندنا كان مرتاح نفسيا الى حد ما، لان احنا حسمنا هذا اللقب لقب الدوري من فترة، ربما كان في ضغط من قبل الوداد والرجاء لغاية اخر فترة، يعني الدوري لم يحسم عندهم غير مؤخرا، فربما ده كان عندهم برضو او سبب ليهم بعض الضغط الى حد كبير، فدي اعتقد نقاط لصالحنا برضو الى حد ما. بص على المستوى النتائج يمكن احنا الحمد لله حسمنا اللقب وكل شيء، لكن كمان على مستوى الاحداث والظروف كانت الامور متشابهه الى حد كبير، يعني هم عندهم برضو يعني غيابات. صحيح. في نفس المركز اللي انت بتعاني منه او مركز المحتاج، يعني عندهم بعض الغيابات فيه، عندهم ناس كانت في القائمه وخرجت، برضو نفس الظروف اللي عندك يعني. حته حسب الدوري يمكن الاهلي تحديدا يعني حتى لو حسب الدوري بيبقى طالب ان هو يكسب كل مباراه، وده يمكن بان جدا حتى في المباريات الثلاثه الاربعه اللي فاتوا، يعني يمكن بتلعب بارتياحيه شويه اللي هي حته الضغط على على المنافسه نفسها، لكن اسم النادي بيخليك تلعب حتى لو مباراه وديه بتبقى عايز تكسبها. فخلينا صفحه الدوري الحمد لله انتهت بحصولنا على اللقب، يبقى الصفحه الثانيه والاهم لنا ولجماهيرنا ومجلس ادارتنا وكل الناس اللي في المنظومه الرياضيه الاهلاويه كلها، يعني اللي هي بطوله افريقيا. شعر الرحمن تخش المباراه ما فيش توتر ولا عصبيه ولا تنفره، يعني هي مباراه كره قدم برضو هنعبر فيها عن نفسنا، هنلعبها بشكل يعني زي ما يشوف المدير الفني المتمني على الشكل التنظيمي الفني يعني، لكن مهم جدا ان احنا نخش المباراه ب 11 ونطلع ب 11، ما يبقاش فيها اي لا قدر الله اي في نقص عددي يعني. ان شاء الله باذن الله جوانا متحمسين جدا جدا جدا، لكن يعني تعبيرات وشنا وحاجاتنا تبقى فيها هدوء وفيها عدم صربعه او فيها عدم توتر او تنفنه. رائع جدا، كل التوفيق وترجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله منصورين. كابتن سيد عبد الحفيظ اشكرك يا فندم، شكرا ليك. دايما البطولات الافريقيه ليها وضع خاص كده وليها معزه خاصه، ودايما هدف كل من هو اهلاوي حطه نصب اعينه زي ما بيقولوا. اشمعنى؟ لان دي الاميره
بيطلقوا عليها الأميرة السمراء الجميلة، يعني اللقب الأعظم في القارة. أنت بتبقى ملك القارة المتوج، أنت نادي القارة، فدايما البطولة دي لها مزاج خاص. الدوري صحيح بالنسبة للنادي الأهلي بطولة مفضلة، يعني يحب يلتهمها كل موسم صحيح، لكن البطولة القارية دي برضو لها معنى خاص ومعنى مميز، بدليل النادي الأهلي رقم واحد 8 ألقاب واخدهم، يعني متصدر كل الأندية القارية يعني. وكمان هي كمان بتوصلك خطوة للعالمية، بتوصلك لكأس العالم للأندية، بتحطك في مصاف الأندية العالمية الكبيرة، بتلعب مع العظماء في العالم، وبطولة العالم في المراحل القادمة السنوات المقبلة هيكون لها أهمية كبيرة جدا. فالأهلي مهتم بهذا الشأن، الأهلي لا يهتم بالشأن المحلي فقط صحيح، ولكن مهتم بالوصول للعالمية. وطريقك للوصول للعالمية عن طريق المحلية، أولا أنك تكون رقم واحد في مصر، عن طريق القارية أنك تكون رقم واحد في أفريقيا، فتصل إلى العالمية وتلعب مع عظماء القارات المختلفة على مستوى العالم. فعشان كده مهتمين بيها، لأن دي بتزيد الأهلي قوة، بتزيده يعني بتقوي من أسهمه، بتزيد من أرقامه ونقاطه في طريقه للحصول على نادي قرن جديد بقى إن شاء الله يعني. طب لو هنتكلم برضو عن توقعاتك، يعني فكرة هنا بقى لعب الفريق عندنا أو الخطة اللي هتكون موضوعها، هل بتعتقد إن هي برضو هتبقى فكرة هنا هجومية أم هنتبع أسلوب آخر؟ من وجهة نظرك ما هي الخطة الأمثل يعني؟ يعني دايما لما بتلعب خارج ملعبك انت بتواجه فريق قوي، فريق منظم، فريق دايما هدف الاساسي الهجوم وتحقيق المكسب صحيح. فانت بتحاول تلعب باداء متوازن، اولا بتامن نفسك بشكل كبير جدا دفاعيا، بتامن دفاعك، بتامن وسط ملعبك، وبتلعب على هجوم انك تخطف جون. دايما الهدف الاساسي لاي فرقه بتلعب بره، انا الاهلي رايح وفي نيته انه يرغب في تحقيق الفوز، فما المانع ان انا العب واهاجم؟ مجرد انك تسجل هدف في المغرب فانت بتشكل ضغطا كبيرا على الفريق المغربي على ارضه قبل ما يجي هنا مصر. فده الهدف الاساسي، ده مهم جدا، واعتقد ان موسيماني هيلعب على هذا الهدف، ان انا العب على احراز هدف، واحراز هدف ده يربك حسابات الفريق المغربي لانه بيصعب مهمته. انت كفريق لما بيخش فيه جول في ملعبك في مباراه الذهاب والعوده ده بيبقى صعب جدا، وبتبقى الامور يعني بتتعقد الامور بالنسبه لك، بتبقى مهمتك صعبه ليس على ملعبك فقط ولكن في مباراه العوده ان شاء الله اللي هتبقى في القاهره. يعني اتوقع ان هي تكون مباراه قويه، مباراه شرسه جدا، لان الدوافع عند الفريقين كبيره. يمكن الوداد كان في الموسم الماضي كان في النهائي مع فريق الترجي التونسي، وشفنا مباراه دراماتيكيه لم تكتمل، ويمكن لسه اللقب محسوم بحكم المحكمه الرياضيه لمصلحه الترجي لما سجلوا جون وحصلت ازمه ومشكله والمباراه اتلغت ومكتملت حدوته كده يعني حصلت. فالرجام الفرقه اللي دايما بتوصل للنهائيات بشكل قوي، لان فرقه قويه عندها عدد كبير جدا من اللعيبه المميزين زي الهداف اسماعيل الحداد، يحيى جبران، وليد الكارتي، ايمن الحسوني، عندهم حارس مميز، عندهم برضو جايبين مدرب جديد اللي هو جاموند الأرجنتيني، وده المدرب الرابع معاهم السنة دي، وده بيشير ان مفيش استقرار فني بالفريق. لكن فرقة الوداد بالرغم من حالة الاهتزاز اللي قابلتها في الجولات قبل الأخيرة في الدوري، لكن شهدت في آخر 3-4 مباريات بتلعب كرة قوية وكرة منظمة وكرة هادية وكرة مستقرة تساعد على تحقيق الانتصارات. اعتقد ان الاهلي يعرف هذا جيدا ويدرس هذا جيدا ويستعد له بشكل امثل، لكن بشكل عام المباراه هتكون صعبه جدا على الطرفين. انا عايز اخد حضرتك لو تسمح لي مؤقتا بس خارج اطار مباراه الاهلي والوداد وهنرجع لها مره ثانيه، بس عايز اتكلم معاك عن شان اهلاوي عام. دايما من الجمل اللي مقترنه بالنادي الاهلي كلمه الكيان وكلمه او جمله روح الفانيلا الحمراء، فعايزين من حضرتك تفسيرك كده ورؤيتك للجملتين دول. بص يا استاذ كريم، يعني النادي الاهلي ده بالنسبه للاهلاويه او عشاق النادي الاهلي بيعتبر يعني البيت الكبير، الوطن، الاهلي ساكن جواهم. يعني انا قريب جدا من عشاق اهلي كتير جدا، واحد بقابلهم في كل مكان وعلى تواصل معاهم ولقاءات حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الاهلاويه بيعشقوا الاهلي كاولادهم كاهلهم، بيعتبروه جزء صحيح من حياتهم طبع. يعني دايما الواحد بيصحى الصبح منهم بيفكر الاهلي عنده ايه النهارده. لما يكون في ماتش للنادي الاهلي بيبقى يقعد حاسب من بالليل بكره الاهلي عنده ماتش، فبيقعد يظبط نفسه على الماتش، بيظبط نفسه على فكره ان هو هيشوف الاهلي فين وهيشوف الاهلي النادي ازاي. ففي ارتباط بالنادي الاهلي، في ارتباط بالكيان الاهلي كده، ليه حاجه خاصه بالنسبه لهم. الاهلي بيمثل النظام، بيمثل القيمه، بيمثل المبدا بالنسبه لهم. في ناس هم بيتعلموا ده من النادي الاهلي، بيمثل لهم الاحترام،
بيمثل لهم حاجات كتيره جدا في حياتهم، بيمثل لهم البهجه، بيمثل لهم السعاده دايما. يعني في اوقات كتيره جدا تلاقي الاهلي في عز الازمات، الاهلي اللي هو بيرسم البسمه على شفاه عشاقه وحتى وغير عشاقه. يعني الاهلي دايما بيحظى بالتقدير ليس من الاهلاويه فقط ولكن من غير الاهلاويه، بسبب اسلوبه، بسبب طريقته في التعامل مع المواقف، سواء كانت في مواقف سلبيه المفروض يتعامل معاها او مواقف ايجابيه، دايما تجد الاهلي حاضرا بشكل جيد وشكل مميز وشكل يعني يرفع راسنا كلنا كمصريين. فاصبح النادي الاهلي كيانا كبيرا، نادي من 1907 ماشي على نفس الخط، على نفس الطريق، يجي جيل ورا جيل كله بيطبق نفس واحدة. المبادئ طبعا. كله بيطبق نفس الافكار، من هنا اصبح في كيان، في 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 مؤسسه، في استقرار. يعني يعني كان يمكن ده مقال حتى قريته في بعض الصحف السعوديه، حد كان بيتكلم عن النادي الاهلي بيقول لك النادي الاهلي ده هرم رابع في مصر، زيه زي يعني واحد هرم رابع بيكلم بيكمل الاهرامات اللي موجوده. ده كلام جميل بقى. لا يعني 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 بيعتبر هرم. كان دايما حد يقول لك يعني بص على مصر كده، لما تشوف الاهلي مستقر ومنتصر وبتاج تجد معظم المصريين مبتهجين ومسرورين. فالنادي الاهلي حاجه جميله وحاجه بسمه وحاجه بتعلمنا حاجات كتيره جدا. جميل. اعتقد الكبار والصغار بيتعلمونا من قيم ومبادئ النادي الاهلي. يعني. طيب استاذ محمد دلوقتي بيجري للاسف والبرنامج خلاص النهارده قرب يخلص، يعني فاضل دقائق، فحابه اروح مع حضرتك لاخر نقطه. فكره هنا برضو لان في تخوفات من بعض الناس، يعني فكره ان عندنا اللعيبه الاساسيه لعبت حتى بعد يعني الحصول على لقب الدوري، هي كملت في الماتشات، هل ده ممكن من وجهه نظر حضرتك ياثر على بقى بطولة أفريقيا؟ لا طبعا ده كان مهم جدا علشان يقدروا يحافظوا على لياقة المباريات. يعني ما كانش ينفع ان اللعيبة الأساسية اللي انا هروح العب بيها ماتش الوداد ان اريحها خالص من اللعب، كانت هتفقد حساسية المباريات. ده احنا لما بتكونش في مباريات رسمية بندور على مباريات ودية علشان نجهز اللعيبة بشكل فني. بس ربما كويس. مثلا على سبيل المثال ما حدث مع الشناوي، البعض قال ده بسبب ان هو بيشارك بشكل اساسي في كل المباريات، كان مفروض ان يتم يعني اعطاء راحة للشناوي ومثلا الاتيان ببديل سواء مصطفى الشبير. هو طبعا طبعا مع حضرتك لغاية قبل حسم الدوري كان ده اجباري عليك انك تشاركي وتلعبي ماتش كل ثلاث ايام، لكن بعد كده طبيعي كان المدير الفني يريح. لكن اللي حصل في النادي الاهلي ان حصل ظروف ان المدير الفني اتغير، فجه مدير فني جديد عايز يتفرج على كل اللعيبه، فكان لازم يلعب كل اللعيبه ويشركهم حتى في المباراه الاخيره اللي هي مباراه بيراميدز، اللي انت ما تهمكيش وتهم الطرف، تهم مثلا بيراميدز وتهم نادي الزمالك. صحيح. لعبت بالفول تيم بتاعك وقاتلت ولعبت بشرف، حتى ان كل الناس طلعوا اشادوا بيك واشادوا بانك انت بتلعب لنفسك مش بتلعب لاي حد اخر. الاهلي دايما ملتزم، دايما منضبط، دايما بيلعب يعني من اجل هدف واجل قيمه. يعني جميل جدا حضرتك نورتنا واسعدتنا وافدتنا بمعلوماتك الجميله جدا، بنتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. ملايين المصريين دعواتهم بتصاحبكم وتصاحب كل اعضاء البعثه ان شاء الله، ترجعوا لنا منتصرين باذن الله، وبنشكرك على وجودك معانا. ربنا يخليك يا استاذ كريم، وسعيد بتواجد مع حضرتك ومع استاذنا اون. شكرا جزيلا. احنا كمان سعداء. حضرتك عندك دلوقتي طياره كمان كام ساعه يعني ولا مش مسافر في الساعه؟ لا انا مش مسافر معاهم في البعثه دي ان شاء الله. يا يعني. كل التوفيق عامه لفريقنا باذن الله، وبنفكر بس حضراتكم ان احنا التغطيه في قناه الاهلي من الساعه 2، تابعونا، تغطيتنا مستمره وبعثتنا ان شاء الله للفريق، وباذن الله يعودوا منصورين. كل التوفيق ليهم. شكرا ليك يا كريم. شكرا ليك يا نوال. شكرا لحضراتكم، اشوفكم بكره ان شاء الله.